السيده اللي وقع عليها هذا المشكل هذا اللي جاو تهجموا عليها هذه العصابه، كنطالب من سيدنا كنطالب من السيد حموشي باعاده التحقيق في هذا الملف هذا. حنا بغيناه يوقف معانا لان حنا مظلومين، هادو راه عصابه اجراميه. هاد السيد هذا اللي حر دابا اللي حر طالق راه جاني بعصابه تهجموا عليا بالسيوف وانا كنكافح عليها، انا محيده من دمي من دمي وكنعطيها، من مريضه بالقلب مريضه بالطونسيون وما ندوش ما ندوش بنتي تكون بخير ونخلص عليها والسويع وكذا ونخلص عليها المدرسه ونكافح ونخدم ليل ونهار. وهادي تقول يا ماما باغا نكون في الشرطه العلميه وجبت 18 ونص وفي الاخر يجي انايا واحد الشمكار يخسر لي مجرى حياتي كامل، ما يمكنش يعقد لي ولادي، ما يمكنش يتكرفس عليا، انا نموت انا وما يموتوش لي ولادي، نمشي انا ضحيه ما عنديش مشكل، نمشي للقبر ما عنديش مشكل، ولكن الا مشيت وغدروني وضربوني جات العصابه هزاتهم من هنايا بالجناوه وكلشي موثق عندي بالكاميرات. في الاخر شنو درت؟ مشيت المحكمه ديال عين السبع نهار اثنين دفعت الشكايه ديالتي الوكيل الملك، وغدا ان شاء الله غادي ندفع عاوتاني الشكايه ديالتي للسيده الوكيله باش تشوف من حالي وتشوف من هاد الوليدات هادو. ولا كنت انايا ظالمه ناخذ الجزاء ديالي، ولا كان ولادنا ظالمين ياخذوا الجزاء ديالو وكل واحد ياخذ الجزاء ديالو. كنطالبوا بالحق ديال هاد الدراري حيت هاد الدراري ماشي مظلومين، كلاو العصا ما كايناش شهاده طبيه، ما نصفوناش ما نصفوناش، خوتنا مشاو هباء منثورا وكل العصا بالدلائل بالفيديو بالكاميرا ومشاو للحبس هكاك، يعني مشاو للمنطقه السجنيه عين السبع عكاشه. واحد عنده 21 عام الثاني عنده 19 عام، بغينا الحق ديال هاد الوليدات، بغينا ولدنا وصاحبه بغيناه ياخذ الحق ديالو. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.